أصدقائي في معرض أبو ظبي الدولي للصيد الفروسية، نحن الحين موجودين في بوث ماجد ونتابع فيلم مقناص أنا وأصدقائي. خلينا نسألهم عن الفيلم. معانا هني صديقنا، السلام عليكم. عليكم السلام. شو اسمك؟ محمد راشد الحفيتي. محمد، شو رأيك الفيلم؟ حلو. عيبك؟ إيه. زين، بسألك سؤال، جاهز؟ جاهز. شو الشيء اللي يلبسه الصقر فوق راسه؟ البرقع. أكيد؟ أكيد. متأكد؟ متأكد. وأنت صح. حمدان، تابعت فيلم المقناص؟ هي نعم. شو رأيك فيه؟ ما شاء الله ممتاز، 10/10. عطني رأيك في الفيلم. ما شاء الله ممتاز. لا، رأيك يعني شو الأشياء اللي شفتها، شو الأشياء اللي عيبتك؟ ممتاز. واللي عيبتني فيه يوم إنه حمد صار يقنص ويده مطر صار علمه. حمد، عشان تفك البرقع لازم تمسك الخيط الصغير بثمك والخيط الثاني بيدك وتسحبه عشان يرتخي البرقع ويسهل عليك شله. شو رايك الفيلم؟ يوم شفت الولد يتعلم ايش كيف يعني يدعي وشي وايد عجبني هاللقطه. انا فهمت كل شيء وشفت ان كل شيء واضح ويعني يبين. شيء واحد، اذا حسيت اذا زدتوه او شيء احس انه بيطلع احلى ومتميز. أحس إنه إذا حطيتوا صقور أكثر وأساميهم وأنواعهم أحس إنه بعد بيستفيدون يعرفون شو أسامي الطير، شو أنواع الطير وشي. هذا يا حمد ثار الحبارة، والحبارة وهي خامر ما تقدر تشوفها، تكون خامر عدال الهرمة ويعني متخفية بين الأشيار. أباك تقول لي شنو هي الشخصيات اللي كانوا في الفيلم؟ عوشة واليد مطر وحمد. قل لي أهم صفات الصقار. إن لازم نكون صبورين وما نستعجل يوم الرب يطير. لازم يكون صغير عشان يعرفنا ويتعلم علينا، يوم يكون كبير يكون زين معنا. رحت المقناص؟ صرت أنا مرة أنا وخوالي وأبوي. القنص والطير تراث تورثناه أب عن جد، والشيخ زايد طيب الله ثراه اعتبره تراث مهم لأنه يعلمك الصبر والقوة، واللي يتمرس فيه تغدي شخصيته قوية ويصير قيادي وعنده حس بالمسؤولية. جمهورنا وأصدقائي، خبرونا شنو رأيكم وأتمنى أن تشوفونه وتستمتعون وتعلمون أكثر عن القنص. وشكرا، كان معاكم خالد حسين الحمادي، مع السلامة.